السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والسرور مشاهدينا أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الملعب. كالعادة عندنا العديد من الفقرات والتقارير المنوعة اللي تهتم بالرياضة بمختلف أنواعها وتخصصاتها وأيضا مجالاتها داخل مملكتنا الحبيبة وخارجها. ولكن قبل الانطلاق نذكركم أن بإمكانكم متابعة حساب القناة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام وتويتر ويوتيوب لمعرفة آخر الأخبار والبرامج اللي تعرضها قناة البحرين الرياضية أولا بأول. البداية مع جولة بين ملاعبنا وآخر الأخبار البحرين. أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن الرياضة البحرينية تسير بخطى ثابتة نحو التطور والنماء بفضل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الداعم الأكبر للقطاع الشبابي والرياضي. وسط الاهتمام المباشر من قبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين، وأشار سموه إلى أن الرياضة البحرينية بدأت تحقق إنجازات نوعية بارزة في مختلف منظوماتها الرياضية، وهو الأمر الذي يؤكد سلامة الخطط والبرامج التي يقدمها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. جاء ذلك خلال استقبال سموه لمنتسبي وسائل الإعلام المحلية بحضور سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة وسعادة السيد أحمد محمد المناعي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني وعدد من المسؤولين في الإعلام البحريني. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أقيمت منافسات بطولة تحدي الموروث وذلك بساحل بصبح بالمحافظة الشمالية بتنظيم من لجنة رياضات الموروث الشعبي التابعة للجنة الأولمبية البحرينية، حيث توج بالمركز الأول المتسابق إسماعيل سويد العميري فيما حل في المركز الثاني المتسابق سلمان يوسف، أما المركز الثالث كان من نصيب المتسابق يوسف عبد الرحمن. وتهدف مسابقة تحدي الموروث لإحياء المهن القديمة التي مارسها الإنسان البحريني في الزراعة والبحر، حيث تعد هذه المسابقة واحدة من المبادرات النوعية التي يقدمها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في المجالين الرياضي والثقافي. توجت سعادة الشيخة حياة بنت عبد العزيز الخليفة رئيس لجنة رياضة المرأة باللجنة الأولمبية البحرينية، توجت فريق المحرق بطلا لدورة النخبة الخليجية للسيدات لكرة الطائرة، وذلك بعد أن حصدن فتيات المحرق 4 انتصارات جمعنا خلالها 12 نقطة، ليتفوقن فتيات المحرق على فتيات لبسيتين اللواتي حققن الميدالية الفضية والمركز الثاني برصيد 8 نقاط، فيما جاء فريق الأمن الرياضي في المركز الثالث متفوقا على فريق الأهلي.
منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم حصد 3 نقاط جديدة ضمن مشواره في منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا تحت 23 سنة بعد انتصاره الساحق على حساب المنتخب السريلانكي بتسعة أهداف نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى. وقد سجل أهداف منتخبنا كل من محمد مرهون وسيد هاشم عيسى وأحمد بغمار هدفين، بما جاءت بقية الأهداف عن طريق محمد الشامسي وعبد العزيز خالد وأحمد الشروقي. وبهذه النتيجة العريضة ارتقى الأحمر الأولمبي إلى صدارة ترتيب المجموعة متساويا مع نظيره الفلسطيني بعدد النقاط وأيضا الأهداف، وذلك قبل مواجهة المنتخبين في الجولة الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء المقبل. والمحاولة عرضية خطيرة للمنتخب الوطني وتبقى البديل محمد عيسى يلعب لكرة مرة ثانية داخل منطقة الجزاء هشومي يسجل التاسع. تتواصل منافسات بطولة وزير الداخلية التاسعة للتنس، وذلك على ملاعب نادي ضباط الأمن العام بمشاركة 16 لاعبا يمثلون 12 دولة، وهم من المصنفين على جدول التصنيف العام للاعبي التنس الدوليين. ومن بين اللاعبين الإسباني ريكاردو أوجيديا الذي يحتل التصنيف 326 ومواطنه بيدرو ريبا، بالإضافة للأرجنتيني دانتي جينيرو. أما من ناحية لاعبين المحليين فيشارك في البطولة المصنف الأول في البحرين اللاعب إلياس عبد الرضا وشقيقه حسن عبد الرضا، بالإضافة للاعب علي الديواني. هذا وتستمر المنافسات حتى 28 من الشهر الجاري. تعتبر حلبة البحرين الدولية وجهة سياحية فريدة من نوعها، فالمضمار الصحراوي هو أول مضمار يستضيف سباقات الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في منطقة الشرق الأوسط بشكل سنوي، بالإضافة إلى سباقات عالمية أخرى. عبد العزيز الخضير وحكاية حلبة البحرين الدولية. السابع عشر من شهر مارس لعام 2004 تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته الكريمة حفل افتتاح حلبة البحرين الدولية لسباقات الفورمولا 1، وذلك بحضور وتشريف من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجالات الدولة، حيث تفضل جلالة الملك بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إذانا بافتتاح حلبة البحرين الدولية. وتستضيف حلبة البحرين سنويا سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1، وهو جولة من جولات بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، مما يجعل من الحلبة جزءاً أساسياً لنخبة سباقات هذه الرياضة. وتطمح الحلبة دائماً لتعزيز موقعها كونها موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط لما تمتلكه من علاقة وطيدة بالجماهير أسست لها من خلال الأجواء التي توفرها لهم طوال العام بإيجاد فعاليات مختلفة، تبدأ بالبطولات الوطنية المكونة من مجموعة مسابقات وصولاً إلى منافسات الكارتينج، بالإضافة إلى سباقات للدراج ريس التي تمتلك الحلبة مضماراً معتمداً لها من الاتحاد الدولي للسيارات. الحلبة صممت من قبل الألماني الشهير هيرمان تيلكي المهندس المعماري المسؤول عن بناء حلبات سي بانك وشنغهاي وإسطنبول بارك، بالإضافة إلى حلبة فالنسيا، وكلف بناء الحلبة حوالي 150 مليون دولار أمريكي، بينما تدر عوائدها على حكومة المملكة أضعاف ذلك المبلغ سنوياً. وقد شيدت حلبة البحرين الدولية بحكمة كبيرة لإنجاح الأحداث ذات المكانة العالية داخل وخارج المضمار لما تحتويه من مرافق عالية المستوى يتقدمها برج الصخير المكون من 8 طوابق، بالإضافة إلى الصالات الفاخرة لكبار الشخصيات
والمطاعم، مما يغطي احتياجات العملاء بالقدر الكافي من الرفاهية التي تلبي الطموحات، لتكون الحلبة الوجهة الأولى والمكان المفضل للعديد من محبي رياضات السيارات في العالم. ولتسليط الضوء أكثر على استضافة مملكتنا الحبيبة للجولة الثانية لسباقات الفورمولا 1، معنا في الاستديو الأستاذ جاسم بردولي، مدير الإعلام والعلاقات العامة بحلبة البحرين الدولية. مساك الله بالخير والنور والسرور جاسم، سعيد تواجدك معي، ولنا شرف صراحة نكون متواجدين معاكم في البرنامج. شرف لنا، والله يواليكم العافية صراحة على البرنامج الحلو. أنت اللي يعطيكم العافية بالفعل، يعني طبعا تنظيم مملكتنا لهذا السباق السنوي ونجاحكم ونجاح مملكتنا ونجاح حلبة البحرين الدولية طبعا بجهودكم وجهود جميع العاملين بحلبة البحرين الدولية، أنت اللي يعطيكم العافية على هذه الجهود. خلت كلام جاسم في البداية عن أهمية السباق لمملكتنا، أهمية سباق الفورمولا 1 اللي يصير سنويا في مملكتنا. طبعا سباق الفورمولا 1 هو فكرة سيدي صاحب سمو الملك الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد، نائب المقاد على نائب الأول رئيس مجلس الوزراء. الفكرة هذه كانت طرحت كمجرد فكرة لاستضافة حدث بشكل سنوي يعود بالنفع على الاقتصاد العام في مملكة البحرين. حجر الأساس طبعا تم وضعه في عام 2002. الحلبة جهزت لاستضافة أول فعالية للفورمولا 1 في الافتتاح، كان في مارس 2004. أول سباق استضفناه في عام 2004 كان تحدي كبير بالنسبة حق الكل، بالأخص أنه كان السباق على الرزنامة راح يكون شهر 10، وقبل السباق تقريباً 6 شهور من شهر 10 تغيرت الرزنامة إلى أبريل. تاريخ السباق ذي طبعاً ما ينسي، 4/4/2004 يفوز فيه مايكل شوماخر. مايكل شوماخر فاز في ذي السباق. نرجع حق الفوائد، طبعا هي العوائد الاقتصادية على اقتصاد مملكة البحرين. نعم. نتكلم عن قرابة 95 مليون دولار سنويا بسبب استضافة الفورمولا 1 في البحرين. فأنت عندك كل الناس اللي تشارك في هذا السباق، أو سواء الفرق، الجماهير، الفرق أنا ما أتكلم عن السواق بس، لكن الجميع الطاقم كامل، بعض الفرق فيها 50 شخص، الفرق الكبيرة توصل إلى 120 شخص. هذين تكون طبعا إقامتهم في البحرين، نفرض خلينا نقول أسبوع قبل السباق، فنلاحظ الحجوزات الفنادق تكون 10 أيام تكون مستحمل، نقول أسبوع، نقول أسبوع. هذا طبعا إذا بس سباق، لكن السنة عندنا شيء غير. السنة راح يكون عندنا التجارب اللي في الموسم، الان سيزن تيست، راح تكون يوم 2 و3 أبريل. فهذه مدد إقامتهم، يعني شغلكم راح يتواصل سبوع بالضبط. اي مدد إقامتهم طبعا في البحرين، من هم الناس طبعا المشاركين بدوا يصلون البحرين من يوم الخميس، راح يتمون على الأقل نتوقع إلى يوم الجمعة اللي بعد السباق، في الاثنين وثلاثة التجارب الانسيزن تيست، وعقبها من البحرين راح يطلعون على تشاينا. إنزين جاسم، خلينا نتكلم بشكل مفصل شوي، شنو راح يصير أيام السباق وشنو اللي يميز السباق عن الأعوام السابقة، وليش هالسنة 4 أيام مو 3 أيام؟ أوكي، اللي يميز السباق السنة هذه طبعا احنا اللي نتميز فيه كحلبة البحرين الدولية، اولا العامل الفعاليات الشبابي الموجوده منيها، العامل الشبابي، الناس اللي تشتغل على استضافه هذا السباق، من تجهيزات، من موظفين الحلبة، انت تتكلم عن 144 تقريبا موظف الدائمين في حلبة البحرين، غير المتطوعين، غير المتطوعين، غير المارشلز، المارشلز تقريبا 700، المتطوعين المنظمين 700 مارشلز، اي 700 مارشلز. المارشلز يعني عندك الفلاج مارشل، تراك مارشل، ريس كنترول، الفاير، الريسكيو، هذين كلهم يعتبرون المارشلز. بالإضافة إلى هذه عندك المنظمين الموجودين، إرشاد الجماهير إلى
من الشارع من بداية شارع خليج البحرين إلى الكرسي الشخص على المدرج، فهذين يوصلون إلى تقريبا مع جميع المتطوعين واللي يشتغلون معنا بشكل جزئي يوصلون تقريبا 1000 شخص غير المارشلز وغير ال. إذا 1000 شخص يدورون سباق عالمي. 1000 و يوصلون 2000 يمكن، إذا عندك أنت 700 مارشل عندك تقريبا 1000 شخص، عندك 144 موظف دوام في الحلبة. هذه من ناحية المجهود اللي يبذلونه القائمين على السباق. طبعا احنا تجهيزاتنا حق كل سباق تبتدي من عقب نهاية السباق اللي قبله، يعني مثلا حق 2019 احنا بدينا نفكر شنو بنسوي حق 2019 اول ما يخلص السباق. احنا السنة هذه الحمد لله الامور هذه طبعا تفاعلا مع الجمهور، في استبيانات توزع على الجماهير، في عندنا متطوعين بالاستبيان على الجماهير في منطقة الجمهور. هذه الأشياء كلها تأخذ في عين الاعتبار، الكومنتس اللي نحصلها على السوشيال ميديا أيضا تأخذ بعين الاعتبار يعني عشان أن احنا نطور ونوصل للأحسن لرضاء الجماهير. أنزل شنو الأشياء اللي تميز الأشياء اللي تميز الفعاليات المصاحبة السنة؟ المهرجان طبعا أو قرية الفورمولا 1 الثيم مالها راح يكون السنة كرنفالي. شفنا على وسائل التواصل الاجتماعي على حسابات الحلبة شنو نزل من الاستعدادات والرايدز اللي موجودة في الحلبة اللي هي الستار فلاير أول مرة نجيبها احنا كحلبة، وأعتقد أول مرة في البحرين تقريبا ارتفاعها 60 متر. الفارس ويل أو نفس شو أقول لك الفارس ويل اللي هي احنا مسمينها العجلة العملاقة هذه، طب ارتفاعها تقريبا 42 متر، فهذه تعطيك ثيم الكرنفال. عقب عندك الخيمة الأطفال الموجودة، طبعا هذه كلها ألعاب كرنفالية فيها تقريبا 18 كابينة ألعاب نفس اللي نشوفهم في المهرجانات والكرنفالات. السنة هذه طبعا عندنا بعد شيء جديد في منطقة الجمهور وهو الخيمة الدوم تنت، ما أدري إذا شفتوها. شنو الخيمة هذه؟ هي الجلف اير كلاب او الجران بري كلاب، حق الكيترنج موجودة حق الفرق الاعلاميين. الجماهير اذا حابة طبعا تشتري اكسس زيادة حق هذه الخيمة. هذه الخيمة واحدة من اكبر الخيام الدوم في العالم. زين جاسم خلينا نتكلم عن الحملة الترويجية اللي عندكم. دائما حلبة البحرين الدولية معودتنا على حملات يعني ولا أروع وشعارات جميلة وشغل صراحة مجهود يشكر عليه. شعاركم هالسنة بلا حدود، سبب وراء هذا اختيار هذا الشعار وشلون؟ حلو. شوف بلا حدود، أنت عندك ترفيه بلا حدود. احنا كحلبة البحرين الدولية متميزين على رزنامة الفورمولا 1 بالفعاليات الترفيهية اللي نسويها في المنطقة في قرية الفورمولا 1. فنفس ما قلت لك السنة عندنا الثيم الكرنفال. السنوات اللي طافت دائما هذه المنطقة فيها الكثير من الفعاليات يعني جميع أفراد العائلة، ما بقول لك تتركز على عمر معين، لا حق الكل، الأطفال الصغار والكبار. فهذه ترفيه بلا حدود، عندك إثارة بلا حدود على المضمار. طبعا احنا من يوم من عام 2014 لما تغير سباق البحرين لسباق ليلي لاحظنا عدد الجماهير اللي تتواجد على المدرجات أكثر من السابق، حضور الجماهيري أكثر من السابق. ليش؟ لأن أنت عندك يعني السباق يبتدي كان الساعة 6 حين على من الموسم اللي طاف 6:10، ف صار عندهم وقت يجون بالضبط، يخلص الدوام يطلع من الدوام 2 ولا 2:30 يوصل الحلبة، يوصل يلحق على الفعاليات الترفيهية كلها ويركب المدرج حق السباق. التغييرات اللي على السيارات الفورمولا 1 من ناحية الايروديناميك والانجنز والامور ساهمت انه يكون في تنافسية على الحلبة اكثر من قبل. قبل الاول اذا صاد الفورمولا 1 يطلع بس ما يعني ما تلحق عليه، لكن حاليا مع الايروديناميك الدي ار اس سيستم الامور هذه تغير النظام، فتشوف في اثاره على السباق.
صار شوي في حماس في ندية بين المتسابقين بالضبط. ورجع الفراري شوي دخل على مرسيدس. الفراري طبعا الحين سباق استراليا كان المرسيدس بوتس. تاريخ حلبة البحرين أكثر فريق فاز على حلبة البحرين فريق الفراري. أكثر فريق سباستيان فيتل 4 مرات فاز في حلبة البحرين سواء مع الردبول أو مع الفراري. صحيح. إحنا يعني السنة هذه بنشوف شنو هل التغييرات اللي الفراري اشتغلوا عليها بتساعدهم على حلبة البحرين. رأيك في السباق الجولة الأولى؟ لا سباق الجولة الأولى للحين مرسيدس انطلاقة مميزة. المرسيدس هي سيلفر أروز تعتبر من الانطلاقة بيرفكت كار درايفرز ما شاء الله عليهم زينين. لاحظنا السواق الشباب اللي داشين داشوا الفورمولا 1 من الفورمولا 2 إلى الفورمولا 1 عندنا تقريبا أكثر من نص الجريد سواق صغار شباب طالعين تاهم من الفورمولا 2. أول سباق لهم كان السباق اللي طاف في استراليا شفنا يعني أدائهم كان وايد زين بالنسبة كروكي درايفرز اللي تاهم داشين على الفورمولا 1. نعم جاسم ايش رايك بالاقبال للتذاكر حتى الان لهذه اللحظه طبعا التواجد في حلبة البحرين الدولية؟ شوف بنتكلم عن احصائيات العام. السنه اللي طافت عندنا كان تقريبا يوم السباق 33000 شخص. على مدار الويكند الثلاثه ايام سباق كانت 95000. السنه هذه نتوقع أعداد أكبر من السنوات اللي طافت أو من السنة اللي طافت. الثيم ناس ما قلت هو ثيم جديد على الحلبة. الدي جيز اللي موجودين السنة مارتن جاركس يوم الجمعة وكايجو يوم السبت. يعني مارتن جاركس آخر 3 سنوات هو كان توب نمبر 1 دي جي في العالم. فنتوقع إقبال أكثر من السنوات اللي طافت. الحمد لله مبيعات تذاكر احسن في الفتره هذه احسن من السنوات اللي طافت. الكوربريت بوكسز او غرف الشركات سولد اوت اليوم اعلنا عنها. مبيعات البادك كلب اكثر من السنه اللي طافت الحمد لله. عموما احنا نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق من خلال تنظيم هذا الحدث العالمي اللي في مملكتنا الحبيبه. طبعا الاستاذ جاسم بردولي رئيس طبعا الاعلام والعلاقات او مدير الاعلام والعلاقات العامه بحلبة البحرين الدوليه، كل الشكر والتقدير على تواجدك معنا. وسامحنا يمكن ضايقناك في هالفترة، أدري إنه مشغولين. يعطيكم العافية وإن شاء الله دائما إحنا وراكم والكل طبعا يعني يقف بجانبكم من أجل إنجاح هذا الحدث العالمي. ما نقصون، مشكورين على هذه الاستضافة ونشوفكم إن شاء الله يوم سباق. أكيد راح نكون متواجدين قلبا وقالبا معكم. شكرا لك. مشكور. إذن مشاهدينا عادة ما نرى في عالم رياضة السيارات أن الرجال هم الأغلبية خاصة فيما يتعلق بأمور المنافسة والتحدي. اليوم نجد أول وجه مسائل في هذا الموقع وتحديدا في فريق بابكو للسيارات. تفاصيل أكثر تقرير التالي. يقال وراء كل رجل عظيم امرأة، وفي رياضة السيارات نستطيع أن نقول بأن وراء إنجازات فريق بابكو امرأة كذلك، إذ حقق فريق بابكو لرياضة السيارات تميزه وحصده للبطولات في الموسم الحالي بعد أن تمكن الفريق من خطف المركز الأول في فئة موظفي الشركات ببطولة الكارتينج لسباق التحمل 24 ساعة والذي أقيم على مضمار حلبة البحرين الدولية للكارتينج بمشاركة نخبة من المتسابقين والفرق. وضمن منافسات فئة المحترفين تمكن فريق بابكو بإحراز المركز الثاني، وبذلك جاء ثالثا في الترتيب العام لجميع الفرق المشاركة بجميع فئاتها، مثبتا وجوده القوي في أولى مشاركاته في سباقات وبطولات الكارتينج. وكان العمل الجماعي من جميع أفراد الفريق الأثر الإيجابي الأكبر وسر نجاحه وحصول على هذه النتائج الرائعة، خصوصا بأنها المشاركة الأولى في سباق طويل وبمتسابقين من الشركة يشاركون للمرة الأولى في مثل هذه السباقات،
فالسباق يعتمد على التخطيط السريع وحل أي معضلة تواجه الفريق. كل هذه الإنجازات تحققت بإدارة لنا محمد رمضان قائد الفريق، وهي أول امرأة تنال هذه المسؤولية في رياضة يعتبرها الكثيرون خاصة بالرجال فقط، وتعد أول سيدة بحرينية تحصل على رخصة معتمدة لإدارة فريق سباق سيارات في البحرين وعلى الشرق الأوسط. إذن مشاهدي الحديث أكثر عن فريق بابكو لرياضة السيارات وإنجازاته، يسعدنا تكون معنا طبعا ضيفتنا لنا محمد مديرة الفريق. يا هلا ومرحبا فيك، مسي عليك بالخير والنور والسرور، سعدين تواجد العنصر النسائي في عالم السيارات. مساكم النور والخير ومشكورين على الاستضافة الجميلة، والحمد لله وصلنا لهني نشوفكم. زين لنا خلينا نتكلم من بداية القصة، شلون بديتي تعلقك في عالم السيارات؟ شلون بديتي هذه الرياضة وليش اخترتيها رياضة سيارة بالذات كونك طبعا سيدة؟ والكل متأكد ان الكل يعني يقول ان هذه الرياضة ممكن تكون صعبة على النساء بالذات. بداية التعلق بالسيارات كانت من الطفولة، من كنا نشوف الوالد الله يرحمه يعمل على سيارته، وكان عنده هواية تجميع السيارات والسيارات الكلاسيكية بالذات، فكنا نشوفه وهو في وقت فراغه يشتغل على السيارة ونقعد معاه ويسولف معانا عن السيارات وعن الأشياء. كان ياخذنا في الويكندز في أيام الأسبوع إن نروح نشوف الكارتينج، نركب في الكارتس، يعلمنا يعطينا المهارات البسيطة الأشياء البسيطة، علمنا حتى على قيادة السيارة من عمر صغير، حتى وصلنا إلى العمر اللي المفروض أن نستلم فيه الليسن. بالنسبة للمرأة يعني أبوك اللي زرع فيك حب زرعنا السيارة. طبعاً هو اللي زرع فينا هاي. زي ما تواجهين صعوبة كونك سيدة في هذه الرياضة؟ سيدة في هذه الرياضة لا أجد صعوبة، لأن المرأة بشكل عام قادرة على أنها توصل ل مو بس قيادة السيارات، لأشياء كثيرة وعديدة. يعني المرأة بدورها اليوم قادة السيارة منذ زمن بعيد، يعني مو بالحين مو باليوم قيادة السيارة، قادة السيارة في البحرين أول امرأة في الخليج في 1945 وظهرت في طرق البحرين. فيعني مو شيء بعيد ولا شيء جديد على المرأة البحرينية بأنها توصل لمراكز حلوة ولأماكن حلوة بمساعي جميلة. طبعاً إنزين لنا يعني كونك أول امرأة تكون طبعاً مسؤولة ومديرة فريق بابكو لرياضة السيارة، شنو شعورك وأنت تقودين هذا الفريق؟ والله أشعر بكل فخر وامتنان واعتزاز بهذا الفريق الجميل. هذا الفريق المكون من عناصر عديدة، وكل واحد فيهم كل عنصر على رأس عمله، فالفريق يعني أعطاني هاي الدفعة. يعني هو فريق عائلي بإمكانيات عديدة بدوافع جميلة. خلينا نتكلم عن أدواركم في الفريق، أنت نعم. شنو دورك لنا؟ أنا أقوم بالشؤون الإدارية للفريق، أعمل على الشؤون الإدارية في الفريق، كما أيضا أكون يعني نقطة وصل ما بين إدارة الشركة والأعضاء الفريق نفسهم، زائد حلبة البحرين الدولية. فهاي نقطة التواصل هذه جدا مهمة ما بين أعضاء الفريق،
إذا عندهم أي استفسارات أي أشياء ممكن تطرح على الإدارة فأنا أكون نقطة الرابط. ما فكرت يوم دخلين المضمار؟ مضمار السباق؟ والله هو في مخططات، نعم في مخططات يعني قاعدة تصير، بس إن شاء الله يعني ليش لا؟ ليش أكيد لا. شلون إيش رأيك في تطور رياضة السيارات في البحرين وارتقائها وازدهارها من دائما من انطلاق حلبة البحرين الدولية من سنة 2004 حتى الآن؟ إذا ما أدري، أنا أحب وايد أرجع بالتاريخ لورا شوي، بس رياضة السيارات رياضة شعبية محبوبة، فكانوا من قبل حتى حلبة البحرين الدولية كانوا الشباب يطلعون الريس في 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 الصخير والراليات، نعم في الرنوي والراليات، وبعدها تطورت إلى حلبة البحرين الدولية اللي احتضنت بدورها الشباب ويسرت لهم أمور السباق، يعني صار في أماكن محددة ومعينة خاصة بكل سباق، يعني عندك الأوبن تراك، عندك الدراج تراك، هالأمور هذه كلها، والـ2000 سي سي طبعاً، والدريفت، كل شيء موجود في حلبة البحرين الدولية، يعطيهم ألف عافية على هالإمكانيات وعلى هالطاقات اللي قاعدين والمجهود اللي قاعدين يبذلونه لضم الشباب ولإحياء هذه السباقات الجميلة. أكيد أنت يعني لنا من الجانب النسائي تشوفين في إقبال على هذه الرياضة من طبعاً في جماهير من العناصر النسائية؟ جماهير موجودة من العناصر، يتابعون الفورمولا، يحبون العائلات موجودة في الـ في الـ يعني في نساء متولعين في السيارات مثل ما نشوف الشباب دائما متولعين فيها، موجودين وفي متسابقات وفي ناس تدش الحلبة وتدش السباق، ويعني من النساء من العناصر النسائية، غير ان العناصر النسائية موجودة بعد في المارش، يعني مع المارشلرز وتنظيم السباقات، هاي كلهم عناصر نسائية موجودة متولعة بالسباقات ومتولعة بهالأمور هذه كلها، سباق السيارات مو بحصرا على الرجال فقط، وإنما في نساء وصلوا لأماكن جدا جدا عالية وجدا حلوة وركبوا البوديوم وصعدوا البوديوم في القسم الميكانيكا. قسم الميكانيكا انت في يوم من الايام تخيلين نفسك في هالقسم؟ والله هو من احد الاقسام الجميله جدا، يعني لين نقعد مع الشباب ونشوفهم قاعدين يشتغلون في تقعدين معاهم بس اقعد معاهم فاعرف رقم رقم الاسبانه الماكينه، هاي الانجن سعته كذا، هاي الانجن يقدر يعطي كذا، معلومات عامه يعني التورك معلومات عامه بس جدا مفيدة، يعني لما تدش في نقاش مع واحد فيهم أو حتى تسأل واحد فيهم تلقاه تلقائيا يقعد ويعطيك المعلومات اللي أنت تحتاجها بكل سلاسة وتفهمها. الحلو في الموضوع أن هاي هوايتهم قبل لا تكون شيء يشتغلون فيه، يعني هي هواية الشباب، شغفهم ومحبهم في هذا المكان. أكيد طموحاتك وخططك المستقبلية لنا؟ والله أقول لك نطمح للعالمية إن شاء الله، نطمح بأن إحنا نوصل، إحنا بدينا بحلم صغير، بدينا بفكرة صغيرة وكنا 3 أشخاص فقط، واليوم أصبحنا 60 عضو من بهالفريق، فنطمح بأن إحنا نوصل ونوصل صوتنا إن شاء الله ل خارج مملكتنا الحبيبة، ونتمنى أن احنا نكون دائماً عند حسن ظن جمهورنا الحبيب وشركتنا الحبيبة، لأن هما في النهاية الدعم من عندهم والدعم اللي مشكورين عليه بصراحة شركة بترول البحرين، شايليننا ومحتضنيننا، فهاي شيء مقدر لهم ولهم جزيل الشكر. يعطيك العافيه. لنا كلمه اخيره حابه توجهينها للشباب وللنساء بالذات لمحبين الرياضه رياضه السيارات.
للشباب أقول لهم المجال أمامكم مفتوح. أنت كعقل تعمل على سيارة كهواية، تفك أنجن وتركب أنجن وتسوي هالأمور هذه كلها، فبإمكانك أنك أنت يكون طموحك أكبر وتوصل لحلبة البحرين وتدش وتسابق، أو حتى أنك أنت تشارك مع الأفرقة الثانية بأعمالك. ما بالنسبة للنساء فأنا أشجعهم أنا أشجعهم قسم الميكانيكا. وعلى فكرة في بابكو في يعني نساء من مهندسات ما شاء الله، يعني بهالأمور يعني نفتخر فيه. أي نعم، فللمرأة الدور يعني أنها تحفز وترفع من اسم المملكة وتوصل لأماكن جديدة أكيد. ولعالم جديد. أكيد المرأة البحرينية دائما مميزة للأمانة في كل المجالات والقطاعات. طبعا دائما المرأة البحرينية تضع بصمة مميزة. يعطيك العافية لنا محمد، مديرة طبعا فريق بابكو للسيارات، أمنيات لكم إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. شكرا، شكرا لكم. قبل أختم معاك بس في النهاية، رأيك في سباق البحرين الفورمولا 1 وتوقعاتك للمنافسة؟ هاي الفورمولا 1 نحن ننتظره يعني من سنة لسنة على أحر من الجمر. الفورمولا 1 أصبح أيقونة، يعني لازم كل سنة نروح ونتابع الفورمولا 1. نتمنى للجميع يحصلون على المراكز الحلوة، و يعني الأسماء كبيرة جدا واللستة طويلة، وإذا اخترت شخص أخاف الثاني. فنتمنى نشوف سباق حامي وسباق يعني فيه أكشن ويخلينا احنا دائما متحمسين. سباق البحرين دائما ما يحمل العديد من المفاجآت. أنا محمد كل الشكر والتقدير لك. شكرا لك. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. شكرا، شكرا لك. إذن مشاهدين، تعتبر سيارات الفورمولا 1 هي الأكثر تطورا والسرعة على حلبات السباق. تفاصيل أكثر تقرير التالي. سيارة الفورمولا 1 لم تصل إلى هذا الشكل الذي نراه اليوم إلا من خلال العديد من التجارب والتعديلات السابقة، بهدف الوصول لأقصى سرعة ممكنة وتوفير القوة اللازمة لاجتياز مسافة السباق في زمن قياسي. بالإضافة إلى أن السيارة تحتوي على نظام للحفاظ على سلامة وأمن السائق، خاصة في ظل السرعة العالية للسيارة. تغيير لوائح الانسيابية هذا العام أدى إلى ظهور أجنحة أمامية وخلفية أكثر بساطة، بالإضافة إلى جناح أصغر في جانبي السيارة، حيث تهدف هذه اللوائح الجديدة إلى تقليل تعرض السيارة التي تسير في المراكز الخلفية إلى الهواء، ومن ثم منح أفضلية للسائق الذي يحاول أن يتخطى سائقاً آخر. في المقابل ستكون هناك أضواء خلفية في الجناح الخلفي من أجل زيادة الرؤية لأسباب تتعلق بالأمان. أما الإطارات فستوفرها شركة بيرلي للفرق المشاركة في بطولات الجائزة الكبرى، إذ تتوفر ثلاثة أنواع، هي الإطارات البيضاء والتي تكون قاسية، والصفراء المتوسطة، بالإضافة للإطارات الحمراء الأكثر ليونة. ورغم كل هذه التغييرات في سيارات الفورمولا 1 إلا أنها تبقى الأسرع والأقوى، والمنافسة بالتأكيد ستكون مثيرة بين 20 متسابقاً يمثلون 10 فرق في البطولة، وبالتأكيد ستكون الأنظار موجهة بشكل كبير إلى فريق مرسيدس الفائز بلقبي الصانعين والسائقين في الأعوام الخمسة الأخيرة، ومنافسه فريق فيراري الإيطالي.
عودة لكم مرة أخرى مشاهدينا، وانتقل معكم إلى فقرة جديدة وفقرة أونلاين وكل ما هو جديد في عالم السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي. ونسر نرحب طبعا بضيفنا أو زميلنا العزيز، أنت دائما ضيف خفيف ودائما استمتع معك، عمر عبد السميع. وصفيه مساء الخير أول شيء. مساء النور حازم، طبعا أنا بستمتع أكثر معك بالتأكيد، وراح نستمتع أكثر. عندنا اليوم أسبوع الفيفا الممل، لكن أكيد فقرة أونلاين راح تختلف كثيرا اليوم، ما راح أقول لك مملة، إنزين قبل راح أقول لك أحلى. قبل أن نبتدي عمر، نرجع حق توقعات الأسبوع الماضي. توقعت في طبعا دوري زين لكرة السلة ان الرفاع راح يفوزون في المباراة الثالثة، ومحرك بياخذ اللقب عند لك في النتيجة النهائية، يعني ما لنا في الرأي. رايك في النهائيات السلة؟ توقعت ان الرفاع صراحة ممكن انه يفوز في المباراة، لكن شاءت الأقدار ان المحرك الفريق التاريخي الأعرق الأكبر الأكثر خبرة في النهائيات صراحة، الفريق اللي استحق الفوز في الأولى والثانية والثالثة. ألف مبروك للمحرك. رايك في طبعا بما احنا اليوم تكلمنا وايد عن السيارات، رايك في سباق استراليا جولة الأولى؟ أنت شنو رايك في سباق استراليا في الجولة الأولى؟ هاي منة مرسيدس. خلنا في السلة. إزر خلنا ندخل في البوست الأول. أنا لأن عرفت حازم إن أنت لك في سوالف كرة السلة وتحبها، فقلت لازم أبتدي بلوس أنجلوس، الفريق اللي قدر أو اللي ما قدر إنه يتأهل للبلاك أوفيس بشكل رسمي بعد الخسارة من بروكلين نيتس بقيادة دي أنجلو راسل. نعم. عندك حب السلة عندك. ليبرون جيمس من 2005 ما قدر إنه يوصل، يعني كان دائما إنه يوصل. دائما كان متواجد في الأدوار الإقصائية. منذ عام 2005 هذه أول مرة يختفي عن الأدوار الإقصائية. طبعا جماهير كرة السلة ومحبي وعشاق هذه الرياضة راح ينحرمون من متعة كبيرة يقدمها ليبرون جيمس في هذا الدوري الـ NBA. بدون ليبرون جيمس أتوقع أنه راح يكون ناقص. والله أعتقد حازم، يعني أعتقد لو أنت تيجي توقف مكاني والله راح تكون مبدع، وأنا أوقف مكانك يعني ما شاء الله عليك عندك المعلومات. ما عندي مشكلة طبعاً. بكمل لك إحنا كلنا نكمل بعض يا عمر. والله أنت الخير والبركة. والله يعطيك العافية. بقول لك إن ليبرون جيمس أيضاً هو اللي وقع الأكثر عقد تاريخياً مع شركة نايك بتسعين مليون، اللي صاحب الأربعة. قلنا له تكمل بعض، ما شاء الله معلومة بمعلومة. أنت أعطيني وأنا أكمل. صاحب الأربعة 34 سنة في الفعل مثل ما قلت راح نفتقده في هالموسم، لكن بالتأكيد ممكن إن يعني محبي لوس أنجلوس قالوا هي ساقطة وراح يرجع مرة ثانية الفريق اللي تحصل على لقب الدوري 16 مرة والرابط الأمريكي لمدة 23 مرة. شو رأيك فيني؟ سلام ضبطك. نروح للبوست اللي بعد. دائما عطني كذي، مو كلها كرة قدم. كرة قدم. رجعنا حق الكرة. 256 يوم كانت فترة غياب ليو ميسي عن المنتخب الأرجنتيني والتانجو بعد ما صرح في نهائيات كأس العالم إنه يعني من الممكن إنه ما يرجع لارتداء قميص المنتخب بعد الفشل مع المدرب الأرجنتيني سان باولي. شفنا ميسي أمام فنزويلا، لكن أيضا خسر الأرجنتين بثلاث أهداف لهدف في المباراة الودية. عانى ميسي الإصابة ورجع مرة أخرى إلى برشلونة. أعتقد يعني حتى يوم رجع ميسي ما كان محظوظ مع الأرجنتين، تعرض لإصابة صحيح. والإصابة راح تكون متفاقمة على حديث أو الكلام اللي قاعد يطلع من برشلونة. العودة ما كانت موفقة بالخسارة من فنزويلا بثلاث أهداف. ميسي مو محظوظ مع الأرجنتين عكس مارادونا. مارادونا كان محظوظ مع الأرجنتين ومع أنديته أيضا. مارادونا نقدر نقول هاي الشيء اللي يخلي محبي مارادونا عندهم 1-0 على ميسي، لأن اللاعب اللي قدر يحصل كأس العالم ومبدع أيضا في منتخب وقدر إنه يحمل كأس العالم، وما قدر ميسي إلى الآن لا كوبا ولا كأس عالم ولا أي إنجاز مع المنتخب. فقط كانت أعتقد الأولمبياد في عام 2008 في الصين قدر إنه يأخذ أكبر إنجاز المنتخب الأرجنتيني مع ميسي هو حصولهم على المركز الثاني. كانت في كأس العالم. الأولمبياد كانت في كأس النهائي في كأس العالم. غير كذي ما في. ميسي لم يتحصل على أي إنجاز لقب أو إنجاز نقدر نقول بعد أن ميسي الأفضل في التاريخ. شوف البوست اللي بعد. نشوف البوست. تحب ميسي؟ لا بالعكس. طبعا دام احنا في اسبوع الفيفا الممل عندك السبورت 360 تكلمت عن الفرق او المنتخبات بالتحديد
الأثمن لاعبيها في الوقت الحالي، كان الصدارة للفرنسيين 1.23 بليون، 1 بليون و230 مليون بالتحديد لفرنسا. اي في فرنسا طبعا نجوم فرنسا غريزمان وفاران والى هوغو لوريس الى اخر الاسماء، طبعا على راسهم بوجبا. انجلند كان دخول قوي جدا، يعني احنا نقدر نقول تطورت الكره الانجليزيه 1.6 مليون. الغريب بلجيكا 612 مليون، ونقدر نقول البرازيل ايضا 1.01 بليون. فاعتقد سيطرة فرنسية، اللي فاز في كأس العالم ممكن الأسعار دائما ترتفع. نروح للي بعده. أكيد هم نجوم فعليا. أسبوع الفيفا جدا ممل، وخلنا في الفيفا بعد. زين يلا. في استطلاع رأي في ألمانيا قام بالمشاركة فيه قرابة 120 شخص، اتفق 89% منهم بأنه يجب على نوير إعطاء مركزه لتير شتيغن. يمكن تشوف هذه الأنسب من كأس العالم، هو الأنسب. نوير تعرض لعدة إصابات مع بايرن ميونخ من الموسم الماضي، نوير ما قدم شيء في كأس العالم، شتيغن كان الورقة الرابحة لبرشلونة في كثير من المباريات. أعتقد صار الوقت حتى في العمر، إذا أنت كمدرب لو يوكيم لوف لازم يعتمد على حارس لمدة أطول، أعتقد تير شتيغن يستحق الفرصة أن يكون أساسي على حساب نوير. وجميع الألمان يتفقون على هالشيء، أن تير شتيغن إذا أفضل. بتشبب ألمانيا لازم يكون شتيغن هو الحارس الأول. شايك. كلام جميل، دائما ما يطلع منك الا الكلام الجميل. الله يحفظك يا ابو صفي. شوف البوست اللي بعده. انا ما راح احاربك اليوم ولا اقول لك شيء ابدا نهائيا. من فورمولا في استراليا واضح يعني. يلا. كان البوست من محمد صلاح في الانستغرام، طبعا الشكوك او كان في احاديث خصوصا من سكاي نيوز والبي بي سي عن صفقه تبادليه تلوح بالافق ما بين ليفربول ويوفنتوس، ديبالا زائد 40 مليون لورقة محمد صلاح. محمد صلاح ظهر في بوست في أسبوع الفيفا وكتب على الأرض You will never walk alone، اللي هو الشعار الرسمي لليفربول نقدر نقول. فهو يمكن يثبت أقدامه أنه هو مع الفريق ويضرب الصحف عرض الحائط. هلون يقولون له نعم. هو يعني لو خرج من الدوري الإنجليزي راح يفقد الكثير. نقدر نقول إعلاميا نعم، الدوري الإيطالي سيء نسبيا بالنسبة للإنجليزي. بالضبط، حتى لو رحت الإسباني إذا ما رحت برشلونة أو ريال مدريد فأنت إعلاميا سيء. خلنا نتكلم صراحة، كان يلعب في فيورنتينا وكان يلعب في روما وكان يؤدي وكان يؤدي بشكل كبير وشكل، ولكن كان مهضوم يعني، لكن كان مع تشيلسي مع مورينيو كان مهضوم، كان صغير مع مورينيو، ما نقدر احنا نضغط على محمد صلاح، لكن كان يتألق مع فيورنتينا وكان يتألق مع روما مع محمد صلاح. لكن وين صار من روما إلى ليفربول؟ صار حديث الساعة في الدول العربية خصوصا محمد صلاح. فهاي دائما الإعلام هو الذي يغير سياسة اللاعب. زين شوف البوست اللي بعده، أنا ناطر آخر بوست يعني إيش بيكون. يلا راح نشوف البوست اللي بعده. يلا. طبعا هاي كاريكاتير مال الأيام مثل ما شفنا في مباراة بنغلاديش ومنتخبنا الوطني. طبعا مبارك لمنتخبنا الوطني الفوز اليوم 9-0 على منتخب سريلانكا. طبعا كانت مباراة الان تساوي بالنقاط بالنسبه للمعركه، تساوي بالنقاط وبالاهداف وكل شيء، لكن اعتقد المستوى اللي ظهر فيه اليوم المنتخب ياهل انه يكون متصدر للمجموعه. لكن كانت هذه هي الحكايه مثل ما يقولون، هذه هي القصه. الجمهور الكبير لبنغلاديش اللي طبعا وصل الى 10,000 متفرج. بس الغريب ان هاي الاستاد الوطني وما كانوا في مدينه خليفه. والله تركيا هو قهوة تركي وكحسابه على الانستغرام. يعطي الصحة والعافية. يعطي الصحة طبعا، نوجه له تحية تركيا. لكن هي في النهاية كانت مباراة صراحة جماهيريا ممتعة، لكن منطقيا وفي قوانين كرة القدم للمنتخب الضيف مقاعد محددة والمستضيف مقاعد محددة، اللي هي 8% تقريبا، وأحيانا تصل إلى 16% على حسب سعة الملعب. لكن في النهاية المنتخب قدر انه يفوز ويطلع بالاهم بثلاث نقاط. ونروح نشوف البوست اللي انزل شوف البوست اللي بعد. طبعا كانت مباراه خيريه امس موديه، ترجع تلف وتدور وترجع على ليفربول. لا 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 لا، انا اليوم قاعد اتكلم عن ميلان. شوف ميلان. ميلان ميلان بس هي صوره واحده، صوره واحده ها مو صورتين. لان امس كانت مباراه استعراضيه وديه خيريه ما بين اساطير ليفربول واساطير اي سي ميلان. طبعا قاعدين نشوف صورة، أول شيء صورة حلوة ما بين مالديني وجيرارد. مالديني اللي تحصل على 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا
فرق برشلونة يعني هي 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا، ومالديني مع نفسه بس 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا، جيرارد أسطورة الأنفيل طبعا، هني جاتوزو، بيرلو، وماسيمو أودو، وأمبروزيني أساطير. شوف عرفت هذه الصورة شنو هي؟ لا حاول اشرح لي. نزيل هذه الصورة كانت نحاول على الهواء لفرقة بيتلز، الفرقة الإنجليزية الليفربولية التي انطلقت عام 1960 وكانت أفضل سنواتها ما بين 1960 و1970، اشتهرت بهالحركة. فكانت زيارة ميلان لمدينة ليفربول وأنفيلد، أساطير ميلان مثل ما نشوف أمبروزينو، بيرلو، غاتوزو قاعدين يسوون نفس حركة الفرقة، الفرقة اللي تحصلت على الفرقة التاريخية في عام 2014 وتعتبر هي الفرقة الأبرز في ليفربول. كل أو تقول لي حاول ايش عرفني على الفرقة هذه الحين. بيتلز مشهورة يا عم. شوية ثقافة شوية ثقافة. نرجع حق اللي بعد. نروح على البوس. ما شاء الله ثقافة موسيقية عندك. لا لا بالعكس أنا أسوأ واحد في الموسيقى. حصريا للتلغراف، كارديف سيبلغ الفيفا بأن صفقة سالة باطلة وملغية ولن يدفع قيمة انتقاله بسبب تورط نانت في تأمين رحلة اللاعب. دائما نقول لك الأحزان لما تنتهي يبتدي الواقع. نعم. لذا الموضوع تعلق بالفلوس تتغير كل الأقاويل. تذكر التعاطف الكبير اللي كان للاعب المسكين سالة اللي سقط الطائرة سالة وتعتبر طائرة مفقودة، وأم سالة تحديدا والدة سالة مرسيدس قالت إن كان فيها أو كان في يعني نفسهم تقول مؤامرة لقتل اللاعب سالة. اليوم قاعدين نشوف 20 مليون، يرفض كارديف دفع مبلغ الصفقة 20 مليون لنانت، عشان كذي راح تكون الأمور في المحكمة وراح تكون الأمور أصعب على عائلة اللاعب اللي ينتظرون تعويض مهم جدا من الصفقة كارديف. نشوف البوست اللي بعده. نشوف البوست الأخير بشكل سريع. هاي الأخير؟ هاي الأخير. يلا. مثل اليوم من عام 1965 بعد 3 مباريات في 3 دول انتهت بالتعادل حتى بعد وقت إضافي، لجأ الحكم لرمي عملة معدنية لتحديد الفائز بمباراة كأس أوروبا دوري الأبطال. ما يحتاج تقرا، اشرح بسرعة. بين ليفربول وكولين. اسمع هاي الجملة المهمة. حتى العملة هبطت رأسية على جزء من العشب وكان لابد من إعادة رميها. في الرمية الثانية تقرر فوز ليفربول أخيرا. دوما قلت لك لا اليوم لف ودار لف. أنا كانت القصة عن الحظ اللي قاعد يصير. عن الحظ ها؟ هل سبحان الله الحظ لازم طرف ليفربول موجود فيه. بالعكس أنا ضد ليفربول في أمور كثيرة ترى إذا تلاحظ، بس أنت ماخذ علي يعني موقف. فاز في النهاية بالحظ. تؤمن بالحظ؟ لا أبدا. كل إنسان بمجهوده. طبعا بعمل. كان هاي هو الفوز في دوري أبطال بالحظ، لكن أنا أقول لك أنا من الناس اللي تؤمن جدا بالحظ، أن فعليا الحظ أحيانا بيعطيك. هل الحظ أوصله إلى النهاية؟ لا تقول الحظ أوصله، الحظ أعطاه اللقب. هذه ليس حظ، هاي يعني توفيق. لا هاي ظلم بالنسبة للفريق الآخر. لا تؤمن بالحظ. أنت ضيع مجهودي علشان عملة. في ناس تؤمن بالحظ وأنا واحد منهم. عندك النهاية. أمنياتنا لك النهاية عندك. خلاص خلاص أنا وصلنا للختام. لا أنا. تختم. لا يلا أنا أختم. وصلنا يلا. معكم لنهاية حلقتنا في الملعب اليوم، نلتقي فيكم إن شاء الله يوم الثلاثاء صح؟ نعم. ويوم الأحد والثلاثاء والأربعاء. لا لا. نعم صحيح صح صح. نلتقي معكم يوم الثلاثاء ان شاء الله في حلقه جديده من اونلاين والملعب مع حسن اونلاين قبل يعطيك العافيه. شكرا لك، مع السلامه.